وصول للمشاركة في السوبر للنسخة الثانية على التوالي بالنسبة لسيراميك كليوباترا جه من خلال الفوز ببطولة كأس الرابطة اللي كسبتم فيها طلائع الجيش، وانت كنت صاحب هدف من الأهداف الثلاثة، الهدف الثالث مظبوط. مبروك ليكم طبعا انتوا الاثنين، لكن كلمني عن التتويج بأول بطولة في مسيرتك في الملاعب المصرية، مش كده؟ ايوه، أول بطولة في مصر. يعني مبسوط جدا، عشان اي لاعب عايز يكسب اي بطوله يعني، واصلا في مصر صعب تكسب بطوله، وكل الناس عارفه بان الاهلي والزمالك يكسبوا بطوله، احنا كمان نادي سيراميك كسبنا بطوله، عارفين بان صعب ومبسوط جدا. ليه بتشوف انه كل الناس عارفه انه البطوله عاده بتبقى اقرب للاهلي او للزمالك؟ ايه اسباب ده؟ بالنسبه لي عشان نادي جمهوري، يعني جمهور فيه ضغوط، وفيه بالنسبه لي يعني بس اللي احنا عنده صراحه عملنا موسم محترم، ولعبنا الكاس الرابطه برضو مركزين من اول ماتش، واحنا كنا عارفين السنه اللي فاتت خدوا برضو كاس الرابطه، كنا عايزين ناخده تاني، وكان يعني فرصه جدا عشان نلعب تاني في امارات، وكسبنا، وان شاء الله رايحين امارات نعمل البطوله كويسه ان شاء الله. ايه الفرق بين تجربتك في الزمالك وتجربتك في سيراميكا كليوباترا؟ انا نقول لك الصراحه، انا في الزمالك الفتره بتاعتي كانت قليله قوي، يعني انا رحت اعاره 6 شهور، واصلا الشهر الاول ما كانش لسه الكارنيت لسه، ما يعني مظبوط، شهر يعني تمرين بس، كنت انت وناصر منسي، وناصر منسي وشعبانه، ومحمود شبانه، مظبوط. القصه الشهيره بتاعت مرتضى منصور الى اتحاد الكره، ومش همشي كان صعب، لما اخد وبرضو فاكر القصه دي؟ صح. وبرضو وانا الفتره دي انا دوست على 4 مدربات، يعني كان في فريره، كان في احمد عبد المقصود، عبد المقصود، اسامه نبيه، اسامه نبيه، وفي الاخر جاي اوسوريو، مظبوط. كانت فتره صعبه قوي ليا، فاهم؟ بس الحمد لله. مين اكتر حد فيهم كان بيتعامل معاك معامله اضافت ليك حتى وان كانت الفتره قصيره؟ يعني الفتره حلوه، يعني كان كانت فتره مفيده بالنسبه لك. فيريرا ليه؟ كان بيتكلم اسبانيول برضه، وكان هو كان انا كان احس اكتر واحد كان عايز يساعدني، فاهم؟ يعني عايز يديني فرصه وكل حاجه، بس هو انا معاه جلست معاه 2 اسبوع بس ولا 3 ومشوه، مظبوط، خلاص. وبعدين خلصنا الموضوع صراحه. هكمل معاك الكلام في التجربه دي والتجربه اللي جايه، بس بعد ما اسالك انت عادل على الرابطه برضو، كاس الرابطه، انتوا كان